مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم برنامج حوارات. موضوعنا لهذا اليوم يتركز حول الموضوع الملف النووي الإيراني وما تبع هذا الملف من قرارات أوروبية وقرارات دولية في هذا الخصوص. ولهذا نستضيف اليوم الدكتور محمد الشيخلي، مدير المركز الوطني للعدالة، لنطرح عليه أسئلة في ما يخص هذا الموضوع. أهلا بك دكتور معنا في هذا البرنامج، وشكرا لحضورك مع تلفزيون الأهواز. دكتور، كما تعرف يعني موضوع الملف النووي الإيراني الآن هو مطروح على الطاولة، وقرارات عديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا الخصوص، والقرار الأخير اللي أصدره الاتحاد الأوروبي ومن ثم أمريكا، ويعني التحقت بأستراليا، يعني كم ترى هذا القرار يستطيع من حصر إيران أو تعديل عمل إيران في المجال النووي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نشكرك على هالاستضافة أستاذ وجدان، وإن شاء الله نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم والخطير جدا والمطروح في الساحة الدولية الآن. قبل أن أجيب على هذا التساؤل، علينا أن يعني نرجع إلى النوايا الإيرانية أساسا في تنفيذ برنامجها النووي، حتى ننظر إلى التصدي الدولي لهذه النوايا، سواء كانت نوايا سيئة أو سواء نوايا حسنة. أنا حقيقة من خلال يعني متابعتي ل كل النشاطات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أجد بأن النوايا الإيرانية كانت دائما تتجه نحو امتلاك السلاح النووي للأغراض العسكرية وليس للأغراض السلمية، لأن هناك الكثير من التصريحات وهناك الكثير من الوقائع داخل الساحة الإيرانية، من خلال أنه حكومة أحمدي نجاد أيضا كانت تتجه إلى إنشاء المنشآت المتعلقة بالسلاح النووي وتخصيب اليورانيوم. ونستذكر يعني دائما ساسة هذا الملف كيف يتابعون هذا الموضوع، وخاصة مع الدهاء الفارسي في التعامل مع الساحة الدولية. ولكن في الفترة الأخيرة وبعد كل التحذيرات التي قدمها المجتمع الدولي لحكومة أحمدي نجاد الأولى والثانية، نجد بأن المجتمع الدولي وبمجلس الأمن والأمم المتحدة قد اتجهت إلى تحييد هذا البرنامج، وبالتالي إلى إيقاف هذه النوايا السيئة المتوافرة لدى حكومة أحمدي نجاد. لذا نرى بأن الأمم المتحدة اتجهت في إصدار قرارها بإصدار بعض العقوبات الاقتصادية، وحتى منها ما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى حكومة أحمدي نجاد. نجد بأن المجتمع الدولي متمثلا بمجلس الأمن قد أصدر قراره بتطبيق هذه العقوبات ضد حكومة أحمدي نجاد. ونلاحظ من خلال هذه العقوبات أن هذه العقوبات كانت تتجه إلى تحييد النوايا المتوافرة في الحكومة، أي أن العقوبات لم تكن موجهة إلى الشعوب الإيرانية، وإنما كانت موجهة إلى نوايا حكومة أحمدي نجاد. بالتالي نجد بأن الاتحاد الأوروبي أيضا قد اتخذ عدة قرارات تتعلق بتجديد العقوبات العسكرية والاقتصادية على حكومة أحمدي نجاد، وبالتالي أن المجتمع الدولي بصورة تامة يتجه إلى إقصاء الملف النووي الإيراني من التنفيذ الذي تحاول به حكومة أحمدي نجاد أن تخرج به وتستخدم الدهاء في التعامل مع المجتمع الدولي. نحن أيضا في العراق يعني لدينا تجربة مع مجلس الأمن ومع الأمم المتحدة في أنه كيف أنه مجلس الأمن والأمم المتحدة تحاول ابتداء أن ترسل رسائل إلى الحكومات، وخاصة كنا يعني احنا في فترة الحصار الاقتصادي وبعد أحداث الكويت، فلدينا تجربة ونعلم بأن يعني المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه النوايا السيئة لحكومة أحمدي نجاد في تنفيذ برامجها العسكرية في امتلاك الأسلحة النووية. من هنا أيضا نجد بأن المجتمع الدولي
يحاول كخطوة أولى أن يفرض هذه العقوبة الاقتصادية، وبالتالي إن لم تلتزم حكومة أحمدينيجاد بالعقوبات العسكرية والعقوبات الاقتصادية والسياسية أيضا، هناك أيضا عقوبات سياسية اتجاه الساسة في إيران من حيث منع السفر، من حيث تقييد حركتهم، هذه كلها حقيقة عقوبات تكون مؤثرة ليس بالمدى القريب وإنما بالمدى المنظور أيضا. نعم، أنا أرى بأن المجتمع الدولي فعلا يتجه إلى تقييد النوايا السيئة لحكومة أحمدينيجاد، وبالتالي أرى بأن لو حكومة أحمدينيجاد أصرت على تنفيذ هذه النوايا السيئة، أرى بأن المجتمع الدولي سيتجه إلى توجيه الضربة العسكرية. حضرتك أشارت إلى موضوع يعني تجربتكم كعراقيين والقرارات التي أصدرها المجتمع الدولي فيما يخص العراق، وأيضا طبقت هذه القرارات على العراق وما حصل لها في العراق وما زالت تطبق، يعني العراق ما زال لحد الآن تحت البند السابع. هل المجتمع الدولي يعني سيطبق نفس القرارات على إيران أم تكون يعني اللعبة بشكل ثاني؟ بكل أدنى شك يعني المجتمع الدولي بعد أن فرض العقوبات الاقتصادية بعد أحداث الكويت على العراق رأى بأن هذه العقوبات كانت مؤثرة على الشعب العراقي وليس الحكومة العراقية، لكن نرى في القرار الأخير لمجلس الأمن بأن المجتمع الدولي المتمثل بمجلس الأمن سواء بالدول دائمة العضوية أو الدول المنضمة نعم من ضمن أعضاء 15 المكونين لمجلس الأمن يتجهون إلى توجيه عقوبات ضد السياسيين والحكومة وليس ضد الشعوب الإيرانية. يعني هم خرجوا بتجربة لأنه العراق خسر في عام